العباسية. أنا اسمي نور عبد الفتاح. أيوة. مهندس. تمام؟ بعد ما الناس مشيت من هنا يعني لما شباب العباسية اللي هم اللي الإعلام عليهم بلطجية مشوا الناس بتوع 6 أبريل بالناس اللي محرضاهم معاهم من هنا من العباسية اتجمع الجزء بتاع 6 أبريل في حدود 30 أو 40 فرد قعدوا فوق من قضيب السكة الحديد بتاع خط عين شمس. تمام؟ بعد ما قعدوا اتصلوا بقى تليفونات انا سامعهم بنفسي قال لك احنا هنيجي وهنجمع الناس. يعني 6 ابريل ده اللي بتحرك الدنيا وكل مهمات عايزه تطلع في البلد باي طريقه. بتجيب حاجه للمجلس العسكري مش حقيقيه. بتشوه صوره اهل العباسيه اللي بتحمي منطقتها على سبيل ان هم ايه؟ على سبيل ان الناس بلطجيه؟ الناس مش عارفه تنام في بيوتها؟ الناس اللي في الشارع؟ الناس اللي بلطجيه؟ وحافظنا على بيوتنا؟ واحنا مش هنقعدهم هنا دلوقتي. السؤال الاهم نقول للشيخ حافظ سلامة كلمة اللي هو طلع قناة الجزيرة جامع النور. طلع جامع النور الشيخ حافظ سلامة طلعهم من الجامع. لا 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 ل